الممشى السياحي في مدينة نور. دكتور أحمد حنفي أخو الكبير في الكبير أستاذ أحمد زكي. المفروض إن إحنا هنعمل المسابقة دي مسابقة ثقافية ترفيهية. المسابقة دي يعني الهدف منها يعني إن إحنا بننشط المعلومات على الناس، وفي نفس الوقت بنعمل حاجة ترفيهية تكون كويسة، وبنسأل معلومات عامة خفيفة، وهنبسط كل الناس إن شاء الله، ويا رب ما نضربش أهم حاجة. والهدف منها إن أي حد هيسأل أي سؤال، هنسأل كل واحد فينا هيسأل سؤال، حضرتك أحمد زكي وأنا اللي هيجاوب عليها هياخد جايزة في الظرف بتاعه، وطبعا المبالغ المادية اللي موجودة من جنيه ليه 200 جنيه في الأظرف. سعيد الحظ اللي هيكسب معانا طبعا، وإن شاء الله بإذن الله يعني هتبقى مسابقة كويسة. مستعدين؟ على جسمي يلا يلا تشتركوا معانا في المسابقه الترفيهيه؟ ده احنا اول ناس والله. طب احنا سالناكم اسئله يعني تجاوبوا على طول قبل ما تكون ساعه. تعرف الامثال الشعبيه؟ اي حاجه. طب قول لنا كده مثلا شعبي. قول انت يعني قول يا قول يا عماد اللي حافظ اكتر منك. قول يا عماد انت حافظ. انا حافظ عارف ولا انا حافظ. بس شعبي يا عماد تقلب الايد على خطوه تطلع البت لامها. ادي واحد ادي واحد. بس احنا مش عايزين اكتر من كده. طبعا بيختار ظرف من ظرف يا عماد. عماد طبعا كسب معانا. قال لنا دلوقتي بس شعبي بيقول لك الف مبروك. السؤال الثالث. السؤال الثالث سالني على حاجه. طب انت معلوماتك في ايه؟ كل حاجه. في كل حاجه انت مش عارف حاجه. انت قلنا لك قول المثل. قلت قول يا عماد. انت عليك يعني انت عماد انت مش عارف تقول عماد على فكره. هسالك سؤال اخير وتجاوب عليه. صغير الكلب اسمه ايه؟ طب يا عم ايوه صغير الكلب اسمه ايه؟ اسمه دب. دوب في 10 شفت عمل ابو العريف ايه بقى؟ اسمه ايه؟ هو خلاص الراجل اللي غششك. طيب احنا بنشكركم وهنتشرف. المسابقة دي يا دكتور احمد ده كابتن ريشة اللي خسر معانا المرة اللي فاتت لو فاكر. هو كسب على فكرة في المجهود الفردي. هو كسب النهارده هيشارك. اتفضل اسمع احمد اسمع السؤال بتاعك. طيب استاذ ريشة كل سنة طيب ولا حاجة؟ طيب اسأل نقول له ايه؟ قول لنا مثلا الأمثال الشعبية. مثلا؟ مثل شعبي. بس هي ممكن في شتيمه بس لا 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 ندى بالولد على فمها يطلع لا ما هو لسه واحد ولد. طب قول مثلا يكون في حيوانات طيور اي حاجه كده. طيور دي الكلب ايه؟ مبروك مبروك. انت اول مره تكسب معانا. اختار ظرف من الاظرف دي. اختار ظرف كده من الاظرف دي. لا مش انت يا عم ريشه. انت كسبت. انت اسمك ايه الاول؟ طب يا احمد يا حسين نقي ظرف من الاظرف دي. المثل اللي انت قلته ايه؟ اهو شكرا ليك. انت كسبت معانا. شوف طيب انا اقول لك على حاجه. اسئله سهله. انا هسالك سؤال. هسالك اسئله سهله والله. يا سيد القهوه المانو كم معلقه سكر؟ معلقه ونص. القهوه المانو معلقه ونص؟ معلقه ونص. مبروك كسبت معانا والله. يعني احنا سعداء جدا. يعني احنا ما بنلعبش سؤال والله كده. اتفضل استلم الجائزه بتاعتك. اختار ظرف. يعني انت وحظك بقى. يلا يا جماعه انا هنجي لك تاني يا سيد والله. هنجي لك تاني يا سيد. طبعا معايا استاذ احمد زكي. هنجي لك تاني حتى يشترك معانا. احمد فلوسي الراجل. قلنا المسابقه عباره عن احنا ماشيين. طب انت شغلك ايه واحنا بنعمل المسابقه؟ انا طبعا احنا هنفرجكم على الممشى السياحي في الاول وفي الاخر. هنفرجكم على الممشى السياحي. ناس ممكن تاخد جايزه معانا. تاخد جايزه معانا. انت منين من هناك؟ مموت؟ المكان اللي احنا فيه ده هو اسمه ايه؟ هو اسمه العزيز ريش اخواني. ريش اخواني. دلوقتي الجديد بقى. ممشى السياحي. مبروك كسبت معانا. مبروك معاك. كسبت معانا. اديله الجايزه بتاعتك. اختار ظرف من الاظرف دي. ظرف من الاظرف دي.
والله الغرض يا جماعه من المسابقه دي هي عشان بس لا لا مش مشكله تمام السعاده جميله عشان بس يعني برضه حاجه عشان ايه طيب خلينا سؤال انت بقى تعرف اي مثل شعبي اي مثل شعبي بس يكون خشومات اللي اختشوا ماشي برافو عليك كسبت معانا طب هسالك سؤال انت عارف الخشومات دي اصلها ايه مش عارف حاول تفكر فيها عشان هو ده يبقى السؤال الجاي ان شاء الله على المكسب شكرا كسبت معانا الهدف من المسابقه دي ان احنا بنسعد ناس يا جماعه لازم تجيب فيها فلوس والله العظيم تجيب فلوس والله يا جماعه مش مبلغ بس هي الفكره كلها سعداء جدا جدا السلام عليكم يا رجاله السلام عليكم حضرتك منين؟ مالك يا ابو عمرو زعلان ليه؟ من سوهاج من سوهاج يا عم ده والله يا عم من سوهاج طيب سلام عليكم منورنا هنا في الجواز جديد والله منين من سوهاج؟ عرفت ابو الدعم احسن ناس انا متجوز من جهينة يا عم من نزهة الحلوة طب شوف تغير يبقى تتسأل سؤال اهو يبقى تتسأل سؤال الاسئله كلها ترفيهيه واحنا كفايه بس انا شايفين الابتسامه دي مش اكتر يعني احنا خارجين نفرح الناس مش اكتر سوهاج كم مركز؟ 14 مركز انا ولا طب ممكن العد وراه لا لا انا عارف ان هم 14 انا عارف ان هم 14 طب حضراتكم اذكروا لنا اسرع ست مراكز اكبر ست مراكز ها اولنا الكوثر والثاني ها خمسه سؤال ها جزيره جهنم طمع ها طمع دار السلام دار السلام دار السلام اولا انا اللي كسبت على فكره برافو عليك طب اخر سؤال اخر سؤال عشان ادوها لك ثلاث تصرف خالص اول واحد يا عم انا ما بفلكش ليه انت تاخد ظرف ده ظرف فيه جايزه بس حاجه بسيطه يعني طب ثواني بس حضرتك حضرتك الوحيد هنا عارفين الوادي الجديد طبعا كم مركز؟ لسه جايين جديد؟ ربنا يوفقكم ربنا يوفقكم واحنا سعداء جدا جدا ان احنا عملنا معاكم النهارده ده ولا حاجه شرفتونا ومبروك عليكم احنا طبعا يا جماعه المسابقه اللي احنا الهدف منها ان احنا يعني هو الغرض من المسابقه ان احنا نخلي الناس تفرح مش اكتر يعني الرغيف الصغير عارف الرغيف الصغير الرغيف الشمسي الصغير اللي بيخبزوه هنا اللي هو الصغيره بيسموه ايه؟ جولة ايه؟ جولة جولة صح؟ برافو عليك تسبب معانا هسألك سؤال تاني الضفدع الضفدع اسمه ايه؟ اسمه اللون طيب البطاط بيسموه ايه؟ خفاش برافو عليكم تسبب معانا احنا طبعا بنشكركم استاذ احمد استاذ احمد استاذ احمد شنوسي هات البلوز احنا دلوقتي بنقول لكم خلونا نختار مبروك خلونا نختار مبروك انت ما شاركتش حد جاوب لي بيسموا البوبلن لوبلن في الاصل في ضفدع هبوط والضفدع بيتقال عليه بوبلن في الدبلن والرغيف العيش الصغير بيسموه كولا وحتى الجوائز اللي موجوده اللي مقدمينها جوائز بسيطه كلها احنا جايبين شويه تظرف كده جايبين حوالي 30 ظرف حاطين فيهم من جنيه لغايه 200 جنيه